بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. رمضان كريم، وتصوموا وتفطروا على خير، وإن شاء الله دائما تأمين والأمين وزايدين معنا تسنزول. سعيد جدا من خلال هذه الحلقة الجديدة أكون في حضرة مجموعة من شباب الصحافة الرياضية، أو هم المدلعين في الصحافة الرياضية آخر العنقود. مرحبا بك ومرة طيب، سعيدين معنا. مرحبا بك، تهلاً بك وتهلاً بكل المشاهدين من هذا الملاعب. رمضان كريم، تفطروا على خير، كل عام وانتم بخير وكل الامان ان شاء الله محقق. نرحب حضرتك عبد العزيز. مرحبا بك استاذ محمد، مرحبا والله، وان شاء الله كل سنه والناس طيبه، وكل رمضان والناس حاله افضل ان شاء الله. سعيد بالجلسه اللي حتجمعني بينكم، اتمنى انه انا والاخوان المعاي نقدم حاجه تكون قدر ذوق مشاهد فضائيه الملاعب ان شاء الله. طاهر، ان شاء الله. يمكن المشاهد قادر يحدد منه اصغر سنا، لكن لما الاحتراف يجي منكم انتم بيكون افضل تريح حتى المشاهد، فيا ريت نعرف الاصغر منه تجربه وسنا. والله الاصغر سنا واضح انه هو الزميل الطاهر صالح، يمكن فريق الشباب بس من قدام طاهر هو الأزهر. أنتم طبعا نحن كلنا زي ما الناس عارفة، يعني كلنا أولاد جيل واحد. يمكن أنا متفوق عليكم بالدقن، يعني خلاف كده كلنا دقة واحدة وجيلنا واحد وكلنا شباب يعني، لكن برضو حتى مسألة العمر دي بتتحدد. يعني انت صمت كم رمضان في السنين اللي فاتت، نحن برضو من خلالها نقدر نقيس العمر يعني. سلام. طيب انا يمكن رمضان صمت بدري شويه، يعني انا والله في سادس اساس، نحن قمنا ولقينا اهلنا يعني الحاجات العقائديه دي والعبادات بالذات يعني عندهم لا باعتبار خطوط حمراء، انه فبيا المشان فوق لقينا الحمد لله الناس قدامنا ملتزمين بالحاجات دي، وكان طبيعي جدا من بدري نحاول نتعلم الصيام والصلاه وكل ما يتعلق بامر الدين الاسلامي. الحمد لله انا صمت في سادس ابتدائي زي ما قلت لك بدري شويه، يمكن ما استحضر كم رمضان بالضبط، لكن دي اول تجربه كانت. بعد ذاك يوم ولا شهر؟ لا البدايه كانت، ما كان شهر كامل سادس ابتدائي ده، لكن تقريبا كانتظام كده انا اتذكر انه انا في سنه ثامن، يعني بدري شويه صراحه. قدامنا ده اول رمضان، رمضان كامل كان. غير الجيمات وضوء؟ لا ما في صراحه، ما في. نكون هادئين مع نفسنا ان شاء الله، ربنا يوفقك ويقويك دائما. يمكن يعني الناس في كل الرمضانات السابقه درجه انها بتقبل على رمضان باحتياطات وحاجات معينه، يمكن الظروف والوباء اللي حصل على مستوى العالم والسودان ما قريب عن العالم يعني، خلى يمكن كل الناس دخلت الشهر الفضيل وما بين حامل صابونه في الجيب ومعقم، وما بين خايف ومتوجس، وتبعات كورونا يعني مهما لقوا علاج او الناس حاولت تحجم الموضوع، لسه الخبر بيتكلم عن انه الموضوع ممكن ياخذ ثاني 7 أو 6 شهور لقدام. انا داير اعرف يعني قصة كل واحد، استقبال فكرة المرض وتعاطي الناس معه واحتياطاتكم اللي عملت شنو، وحتى الناس يعني كل انسان مسلم بطبعه يعني بيحب رمضان وبيتمنى رمضان يجي، لكن قالوا السودانيين السنة دي تحديدا كانوا مستعجلين جدا لجاية رمضان، كأنه هو القشة المفترض الناس تتعلق بها شفاء او خوفا من كورونا يعني. فانا ما عارف انتم حاليا نحن في رمضان لسه المعقمات في الجيب ولا المساله دي شويه خفت يا عمر؟ طيب بالنسبه للمرض، يمكن في البدايه الناس ما كانت ماخذاه بالحجم الكبير، يمكن كنا يعني اغلب الشعب السوداني بيعتبر انه دي ونسه وبهزار وما في مرض، لكن بعد ما الناس حست بالخطر في الدول في العالم، بعد ذلك الناس اصبحت انه تتبع ارشادات الوقايه الصحيه، وما بننكر المعقم معانا والكمامه
والناس حريصه جدا انه تتفادى هذا المرض وهذا الوباء الحاصل. بعد ذاك بقينا نخاف يعني صراحه، حتى المؤسسات او الجرايد لجات لخيار الاجازه او التوقف، وده تاكيد على انه في خطوره على الناس العاملين في الصحف وخطوره على الشعب السوداني عموما. واخذنا حذرنا يعني، بقينا متواجدين في البيت، الناس بتحرص زي ما ذكرنا على كافه التزامات وزاره الصحه لانه نطلع من المرض. وزي ما ذكرت يمكن لاول مره الناس فعلا مستعجله رمضاني، باعتبار انه الناس حتصلي وحتصوم وحتذكر ربنا كثير، وده يمكن يكون تخفيف للمرض اللي ما يتوجد له علاج، وما في زول قدر يشوف علاج لهذا المرض اللي شاهدنا يمكن يحصل في كل ارواح العالم بشكل سريع جدا. نعم. الطاهر محرجه فكره انك تمد يدك لزول ان شاء الله يعني جربت سلام الكوع. اول بوع هو يعني سلام الكوع، والبوع بيقول لي اثنين شغالات سوا. زمان المغترب بنجري عليه، المغترب بنجري منه. ان شاء الله ربنا يديم العافيه كلهم. طيب عمليا انت يمكن الجيل الاخير في الصحافه الرياضيه، او الجيل اللي ابتدى يعرف عند الغاري او حتى في وسط الصحفي. انا ما عارف يعني كل صحفي قبل ما يخش المجال يكون مستهويه فكره انه يكتب عمود، او فكره انه هو جاي يعمل قاعده جماهيريه وقروش وكده. فلما تخش المجال بتاع الصحافه بتتفاجئ بانه العمود هو اخر شيء المفترض انت تتعلمه او تبتدي تكتب. انا ما عارف مستوى الطموح، كل واحد فيكم لما دخل الصحافه كان في باله غير شنو من الجرائد؟ افتكرتوا الموضوع قروش وعمود وشهره، ولا جايين بفكره متواضعه في انك انت عارف الموضوع في متسلسل فيه مقدار زمني ممكن يفوق العشر سنين، بعد ذلك ممكن تكون شيئا مذكورا يعني، الموضوع ما من اول يوم ولا ثاني يوم ولا حتى ثالث يوم. فشنو اللي انتم جيتوا داخلين به وشنو اللي انصدمتوا به في عالم الصحافه الرياضيه عمر؟ طيب الفكره عموما يعني صح كلامك، اي صحفي بيجي بيعتبر انه العمود هو اللي بيوصل، يعني عنده فكره انه هو كتب عمود السودان كله حيعرفه وحيبقى عنده معجبين، حيكون عنده ناس بيقولوا له. عكس الصفحات يعني، عكس التقارير، عكس انك تكون مخبر، عكس انك تكون بتاع استطلاعات. وقد يكون يعني حتى الانطباع الجمهور يعني دائما بيعرف كتاب اللعمة ده اكثر من الصحفيين اللي بيحرروا الصفحات، فيمكن دي تكون هي المدخل اللي بيجي للصحافه، بيلقى انه هو كاتب العمود هو المعروف. حتى نحن قبل ما ندخل لما بنشيل الجرائد يعني بنقرا لكتاب اعمده، ما كنا بنعرف انه بيغطي التمرين ده اسمه منو، ولا بيعمل استطلاع اسمه منو. بالعكس بيكون الاكثر قبول هو اللي بيكتب العمود، لذلك دائما الناس اللي بتيجي الجرايد بيكون هدفها انه تكتب عمود رغمي زي ما انت ذكرته هو المرحله الاخيره. فاحساس انه النجوميه بتجي عبر العمود بيخليهم هو يركزوا على العمود. بالنسبه للهدف ما خطيناه هي كقروش، لكن الواحد كان هدفه انه يصنع لنفسه اسم. اضف الى ذلك انا حتى لما دخلت يمكن انت قدامي تجربه معي في البيت، فكنت براعي لانك النجوميه والحاجه اللي قدمتها في الاعلام، فكان ده بالنسبه لي انا تحدي كان كبير انه احافظ على الحاجه دي واكون مميز نوعا ما، يعني قدر ما ابذل كل ما عندي عشان اكون
قريب للمستوى، رغم انه في ناس بتتكلم عن يقول لك مقارنه ونفس المدرسه وكذا، لكن او اخوك هو دخلك المجال، لكن انا سعيد بالحاجه دي وقاعد افتخر بها كثير جدا، يعني بشوفها حاجه كويسه. يعني لو البيت فيه اكثر من زول، يعني في النهايه الامكانيات هي اللي بتثبت، ما اظن انت اللي بتكتب لي ولا كذا. ودي انا فرصه اقول، يعني دائما الناس بتقول لك محمد طيب هو اللي بيعمل او كذا، انا بقول انه يعني محمد هاي قدم لي نصايح اول ما جيت. لا قالوا انا بكتب لك ولا يعني لو ما هو ما انت كان دخلت او كذا، فبقول انه قدم لي نصايح في بدايه المشوار، لكن بعد ذلك يعني كان بيقول لي يا اخي انت براك تبني نفسك، انت براك تقدم نفسك، انت براك تجتهد، انا ما ترجع علي الا في حاجه دارت تستشيرني فيها، لكن كتابه ما بوريك تكتب شنو ولا تعمل شنو. ده كان تحدي بالنسبه لي، انه لازم انا اصنع اسم قبل ما يكون انا عندي قروش او عربيه او بيت. نعم انا والله دي بقولها للمشاهد، يعني زور الراجل ده اخوي وما حصل كتبت له ولا حصل زي ما بقولوا بصصته ولا حصل وجهته عشان الناس تكون عارفه الفكره دي، لانه الصحافه زي كره القدم يعني، وهنا بقولوا اللي فيه طيب بينشم يعني، ده ملعب بعد ذاك انت وامكانياتك يعني، والراجل عنده موهبه وامكانياته قدر يثبت نفسه. عبد العزيز الجرايد فيها قروش والله، يعني انا دايركم تفهموا حاجه في اجابات، انا في عزيز انا ما زال عارف اجاباتها بحكم المهنه يعني، لكن المشاهد محتاج انا ازعل له وزيله حتى لو انا عارف اجابتها يعني. طيب الجرايد فيها قروش؟ طيب خليني انا اقول لك، انا خشيت الجرايد شنو اول؟ لانه ما بعيد الاجابه على سؤالك يعني. الواحد في البدايه دائما بيفكر انه نحن ناس شباب يعني يبني مستقبله ويكون عنده قروش ويكون زول راس مالي، دي كلها يبقى لها هدف اي زول يعني، مش عبد العزيز براوي يعني. بعد ذاك الظواهر دائما انا ما داير اقول خداع، لانه بظلم مهنه انا اكلت منها عيش يعني، لكن دائما الجرايد ما اعرف يعني فيها حظوظ، في ناس بتوفقوا فيها بيمشوا، انا اقدر اقول اسميه توفيق يعني. نحن لما جينا من للجرايد من برا كنا متوقعين انه حنلقى فيها الاثنين، الوصول للناس، وباعتبار انك انت بالذات نحن في المجال الرياضي معظم او يمكن اكثر من 70% في الشعب السوداني رياضيين الى لاعب من الرخاب، فكنا دايرين نصل للناس في نفس الوقت كنا دا نعمل قروش ودا نبقى ناس بزنس يعني. داير تعرس. ايوه اكيد. بعد ذاك لما خشينا الجرايد لقينا المشوار طويل، هو حاله حال اي مهنه بتحتاج تدرج عشان انت تصل للطب بتاعها يعني، فبرضه بعد ذاك لقينا انه البدايه الصحيحه من تحت افضل لنا، رغم انه نحن جينا كنا في فهمنا زي ما قلت انت قبل شويه كتابه عمود طوالي، وكان في احلام كده طوالي ده تحقق من يوم وليله، لكن بعد ذاك جينا لقينا طبعا بنصائح الاساتذه اللي لقيناهم قدامنا في الجرايد وكده، لقينا انه العمل من تحت بيقدمك انت صح، وبرضه بيديك قواعد برا ممكن صحيح. ناس يحترموك، ناس يقروا لك، وان كان غله العدديه اللي بتقرا الماده التحريريه من بالنسبه للعمود يعني. فالحمد لله في سرنا في الطريق ده وما استعجلنا الوصول للطب دي، ولقينا الحمد لله شايفين نفسنا وصلنا لحته مرضيه بالنسبه لنفوسنا يعني قبل كل حاجه. طيب انا عندي معلومه انك انت الان خارج اطار العمل الصحفي، ما اعرف استراحه محارب ولا طلاق رسمي شعبي، والله بتعمل في شنو يعني بعيد من والله الشعب. هي المهنه دي بالذات يعني الطلاق فيها بالثلاثه صعب، ممكن تطلقها مره ومرتين لكن بالثلاثه صعب مرجوعه، فايوه فهي مهنه انت كل ما بعدت منها شويه بتجيها بمعنويات افضل. انا مرقتي من جرايد كانت لظروف خاصه بينا، فطلعت منها وعملت في مجالات اخرى كانت مرضيه بالنسبه لي ماديا يعني، لانه انا كنت في فتره محتاج جانب مادي اكثر من الجوانب الاخرى يعني بلقاها في الصحافه طبعا، فطلعت لهذه الاسباب والحمد لله هسه شغال كويس، ما انقطعت من عالم الجرايد، لكن حاليا يعني انا ما لا ان شاء الله ربنا يوفقك في الجرايد وبرا الجرايد. الله يكرمك.
طاهر نفس فكره البيض مدلعين انتم في الجرايد ولا مطفورين ولا مضطهدين؟ تمام. مدلع وين؟ في الجرايد ولا في البيض؟ نعم. طيب يا طاهر ما قطع على كلامك، نحن نجيب في الثانوي نطلع فاصل ونجي نكمل وبعد ذاك نخش في الغريق الحفر والدفن في الصحافة الرياضية. نطلع فاصل ونجي راجع. مرحبا بكم ورجعنا تاني. يمكن قبل ما نطلع الفاصل طاهر وقفنا في الثانوي. دي كانت اول محاوله على الكتابه زي ما ذكر النقطه برضه ان انا يعني فكره السرحانيه فكره العمود عموما يعني فكره الصحافه دي كانت في رصاصه من زمان من فريق طلعت فريق الهلال عموما يعني والانديه السودانيه وبقيه البطولات وكنت بكتب عمود سميته كان ابتكار كله ما انا بشوف او بقرا لكاتب عمود راتب يعني والموضوع ده بكون بتفاعل معاه حتى الغرف المكتبه هنا كده بشوف يعني انا بتاخد لي حاجه كده اقول ليه انا يوم من الايام ما بقدر الزول ده ولا باخد نفسي انه في محل طوال فكنت بسعد الحته دي كثير اني ابقى صحفي الجماعه كان بيقول لي يا اخي ما بقوا على الكوره ولا شو لك صحافه سياسيه ولا حاجه حتى انا جيت قدمت الجامعه للاعلام الناس كلها صاروا يقولوا لي حاجه قدمت شنو تخصص اعلام يا اخي قال لك انا بقول اخوك قرأ قانون لانك فلان فلان بيقدر اكتسابي هنا تشتغل مش تشتغل في البنوك لان الناس تقول لي مش باركوا من الاعلام وانت ما عندك وصصات حتى تصل الحته اللي انت عايزها. نعم انت فتحت يا طاهر ما قطع على كلامك باب مهم جدا. الموضوع بتاع الصحافه الرياضيه ده قدر شنو الواسطه بتلعب دور في الموضوع وكل زول يعني خشى كيف كان محتاج انك تكون في واسطه ولا المساله سلسه كانت تمت والله يا اخي انا عن تجربتي انا اعتقد غايته ما اظن في واسطه في المجال بتاع الصحافه لعده اسباب يمكن اول حاجه عشان انت تخش الجرايد ده ما عنده علاقه بالاداره بتاعت الجريده بقدر ما انه العلاقه الاكبر بالاخوه الصحفيين يعني اذا كان رئيس تحرير او محرر جابك او اي زول سناك يعني فده بخلي شنو انت ممكن اي زول حاسس في انه ممكن يقدم حاجه في المجال ده ممكن يطرق باب الصحافه. عن نفسي انا تجربتي ما كان محتاج لانه زول يقول لي يا اخي تعال عشان تخش الجريده الفلانيه. انا مشيت وانا اللي بادرتها والحمد لله ما لقيت الا الحاجه اللي كنت متوقعها يعني. فما كنت بعرف زول الا عبر اي سين بس يعني ما في زول بيعرفني في المجال. لكن لقيت قبول الحمد لله وخشيت وزي كتار يعني وانا ذاته بعد ذاك سنيت ناس وفيهم من قاعد ليل الليله يعني موجود في الصحافه الرياضيه دي واحده. الحاجه الثانيه كلامك عن الموهبه بعد دخولك انت بتستمر ولا بتبقى ما عندك ما تقدم يعني صحيح. فاذا كان انت زول عندك الامكانيه لانك تقدم حاجه فدائما يعني في النهايه ادارات الجرائد مؤسسات ربحيه في النهايه في السودان بالذات يعني فهم بيعانوا لانه دايرين زول يقدم حاجه يقبل الشارع يجيب لهم قروش ما اكثر من كده فعشان كده ما اعتقد انه حيجيبوا زول بواسطه وان بقت في حالات بتكون نادره ومحدوده يعني. لا شوف يعني انا في وجهه نظري مقبول انك تجي مؤسسه صحفيه بالواسطه يعني مثلا انا ما شايف فيها غلط لكن الاقعب والاسوء انك انت تتواصل بالواسطه يكون ما عندك الحبه زي ما بيقولوا وشايلين لك الناس والاخوان مغطين لك وانت ماشي مرتبك ماشي برضو على حساب ناس ممكن تكون عندهم كفاءه او امكانيات وكده فمر تجربتك مع طيب انا ما اقدر اقول انا واسطتك لكن هي المزله بتحتاج يعني ما واسطه لكن انا بقول والحلال توصيه والحلال او توصيه يعني لما انت تجي عن طريق زول هو اصلا شغال في المجال ده الناس بتديك اهتمام يعني
اقلاها بيحط لك اعتبار بالجهود في اخر حاجه غلط الحاجه اللي صح المفروض تمشي كده امشي التمرين مع فلان تجيب خبر عكسي لما تجي براك وفي حالات نادره يعني في ناس بيستقبلوا انت حتى لو ما بيعرفوك بيستقبلوك وبيموت ووعدوك وبيوجهوك وفي العكس يعني بس العكس هي الاكثر يعني دائما الزور اللي بيجي تايه ساير الناس ما بتديه اهتمام كبير يعني يحاول يتهربوا منه يقدر بيكون عنده شغل يقدر بيكون مشغول فبالتالي ما بيلقى الاهتمام الكافي انا بسمي انه لو لقيت ولد حلال او الزور وصلت هو بيكون افضل لكن بعد ذلك المساله بتبقى هي مساله امكانيات مساله انك انت عايز تقدم عايز تطور نفسك عايز تنتهي بعد ذاك كل زور بيثبت جدارته يعني زي ما قلت في الميدان انت بتثبت وجودك في ناس شغالين بواسطه وفي ناس للاسف بتقاضي مرتبات كبيره وهم ما شغالين في الجرايد يعني هم بيشيلوا عرق الناس المساكين التحديين اللي بيدعموا ويمشوا ويتهدوا والناس بتغيموا اكثر هم وبيدوا مرتباتهم اكثر مع انه يكون الزول اللي بيشيل الجريده هو يعني مرتبه ضعيف وضعه سيء ده اللي بيكتب الخبر اللي بيكتب الخبر هو اللي بيمشي التمارين هو بيعمل الحوار وضعه يعني سيء دي بالنظره الكبيره لتمرين العمود اللي انت ذكرتها يعني حتى برضه في التفاصيل بتاعت العمود هو مرتبه ما زي المحلل يعني دائما الناس برضه دي من الحاجات اللي كنا بنحطها في راسنا انه العمود قد يكون متصل 10 مليون 5 6 7 اكثر من المحرر او الصحفي العادي يعني 1700 2000 في النهايه هو ده ما بيكون طموحه فبالتالي العمود بيكون لانه بيشاهد ارقام فلكيه لبعض كتاب الاعمده ارقام كبيره فبالتالي دي كان برضه ايضا من السبب اللي بيخلي الناس تركز على العمود. نعم. طاهر انت حسيت بالواسطه ولا؟ لا الحمد لله لانه مثلا انه في طالب اعدادي وانت مثلا بس يعني غير منه لانه كان من البيت اللي يقول طوالي يقول ما في مشاكل يعني دي حاجه انت الحاجه كده كان محفزنا على في النهايه وخلى الكوره كان بيلعب كوره خلى الكوره خلى التشجيع فرق في عمله في الدراسه وفي النهايه واصل للبرنامج العملي لكن عموما انا كنت تشبث يعني بديت رياضي زي ما بيقولوا وعندنا في اسرتنا الحمد لله ما عندنا زور رياضي غير اخوي الكبير ده حتى الوالد بيشوف كوره بيجي ممكن بغير الشارع طوالي انا لسه بيتكلم معي كويتون الناس كده ويجيب لي النهايه يقول له انا ما اعرف لكن انت مشيت على منه حتى هسه ابوي قلت له اسم الجريده شغال فيها عموما يعني ما بيعرف لكن انا صحفي لكن غير ما بعرف طيب يا طاهر انتم يمكن الثلاثه ككره قدم مستوياتكم يعني لاعبين بلدي كده شفناكم في تدريبات الصحفيين في الحمله في التافوري في كده عندكم امكانيات برضه في اتهام يعني انتم اعمالكم اعمال ناس طاهر الطاهر والدش وكده يعني الناس اللي بيلعبوا في النادي في اتهام انكم انتم ذات كره القدم ما ادتكم في الملعب فجيتوا تسشوا بيناتكم في الصحافه الرياضيه انتم كل واحد فيكم مشروع بتاع لاعب لكن مثلا ما مشت فلقيتوا الحاجه الاقرب للقصه دي تكلموا في الصحافه الرياضيه طيب كره القدم انا شخصيا عندي معها تجربه ويمكن بديت الدافوري وبعد ذلك في النادي وحتى في 2007 انا عملت اعتبارات من المحافظه الوطني الاول كان الشباب ف بنحب كره القدم وعندنا بقى علاقه مريره حتى الان المصريين ممكن عندنا 80 كل اربع بيشارك فيها بنعمل دورات رمضانيه دورات في رمضان بكل الصدر فيها تحديات وفيها بطوله وفيها كاس وفيها لو هداف وكذا بس ده ما بيعني انه عشان ما ادتنا نحن جينا الصحافه الرياضيه وفي اتهام برضه بيقول لك ده بنتبه اللاعبين او بنتبه اللاعبين عشان نفس الاتهام اللي انت ذكرته. الواحد صحفي يكون في اعماركم حاسس نفسه انه هو لاعب جدا فلما يجي يتكلم عن اي لاعب امكانياته حتى في الهلال او في الريف بيطلع كل اللي انا اقدر اقول القله جواه ولكن بيسقط على النقد بتاعه فكره انه انا العب من الزول او انا لو في حته افضل والله هي انا اقول لك ما بقدر الاتهام اللي قلته ده لانه صراحه انا اي صح اي زول وصل للمجال الرياضي ده بالذات في قبيله الاعلام بيكون هو لو ما لعب كوره بيفهم في الكوره فلما يجي يشاهد كوره مثلا ويلقى في قصور من اللاعبين نحن حالنا حاليا زول انفعاليين جدا بننفعل وبنحزن الخسائر كلنا فيه وكل واحد فينا عنده انتماء فلما تشوف هزيمه لهلال او المريخ بالذات على المحفل الغاري
وحزن لجماهير كبيره جات من العصر البدري، فبكون يعني مشحون انت على اللاعبين دي بقدر انه هو جهز لهم كل حاجه وهم ما قدروا يحققوا الطموح يعني. فبتكون عندك كتابات بعض المرات ممكن نحن نخطي في النهايه بشر واي حاجه، لكن ما بتكون حته بتاعت غبينه زي ما نقول، او مثلا نحن حاسين انه افضل منهم وكده، لكن برضه في النهايه لو ما في اصول ما بتكتب عنهم بسوء، ولو ما في حاجه ايجابيه من يوم ما بتكتب عن حاجه ايجابيه، فانت بتكتب الحاجه اللي بتشوفها يعني دائما، او مفترض تكون كده يعني. طاهر بقلمك قاعد يعني تكتب او تنقد بصوره بيجيك فيها احساس انه والله انا افضل من اللاعب؟ والله عموما يعني اي شخص في الحياه دي بغض النظر عن انه يكون صحفي مدرب لاعب كوره وكده، لكن بيعيش على فشل الاخرين اصلا هو كان عنده طموح. لا انا ممكن بكتب او اللاعب ده داخل المستطيل الاخضر ولا اخضر، في النهايه انا داير اطلع الحاجه الفكره جوايا انا للغايه عموما، وانا داير ابدا على طريقتي الخاصه جايب لك الحاجه اللي كنت ممدح لها المستطيل الاخضر متاح لي الجريمه. فالمستحيل اني بحقد على بشر يعني في النهايه له اسرته وله يعني دعمه لك الشراب على الحاجات دي، انا برضه لو جاني اسره داير ابدا اتخطى المرحله دي زي ما انا بديت من الاساس والجامعه والثانيه والجامعه ومشيت بدي صحفي، برضه داير اركز اسر للعالميه. فده ممكن يكون اتهام من بعض الناس يعني عموما، وفي مدربين كبار يعني مع الاسف وصلوا لدرجات كبرى يعني زي ما نقول في السودان هنا، وبتتكلم معاه كده في النهايه بتحاول معاه في الكلام كله بيقول لك اخر دقيقه. الحاجه دي وشوف العلاقه دائما بين الصحافه الرياضيه ولاعيبه الكوره والمدربين وحتى مجالس الاداره قبل ما تسخر المساله بتاعت الظروف والرشاوي اللي عندها اسم مغلف في الصحافه الرياضيه، يمكن يقول لك هي عموما السودانيين يسموها تسهيلات يعني، لكن انت في الصحافه الرياضيه عندك لا اسم تكويته قبل ما تسهر دي يعني عموما العلاقه بين الصحافه الرياضيه والمجالس الاداره وحتى جهاز التحكيم ولعبه الكوره ما عامله، نفس فكره شرطه المرور يمكن مع سائقي الحفلات، نفس فكره الصحافه الفنيه مع الفنانات. مع مره انا بتذكر كتبت مقال يعني قابلت واحده من الفنانات قالت لي انت درست نقد وين؟ قلت لها مع اصواتك دي زي اصواتك دي ما محتاجه نقد، ما محتاجه اني ادرس نقد يعني، ما انت ما ننسي حاجه اكبر، ما ننسي عجرم ولا حيفا وهب يعني. فنحن وهم الفكره بتاعت انه كل زول انت تنتقده او تتكلم عنه يقول لك انت درست النقد وين او انت لعبت الكوره وين، الحاجه دي ما بتعني انك انت صح وانا غلط باي حال من الاحوال يعني. ممكن يكون مشاهد عادي تقييم عنك انك انت كنت حبه في الفن، كنت حبه في الرياضه، كنت حبه حتى في السياسه يعني. مرات العين لما تشبع شوف عندها حق التقييم يعني. اكيد زي ما قلت لك انه بيختلف حتى حاليا على مستوى كره القدم. محمد لو شفت برشلونه ما كله يعني 11 لاعب زي ميسي عموما يعني، الواحد عنده رؤيه زي ما قلت، الغاري عنده رؤيه ولا والمشجع عنده رؤيه عموما يعني. فالحاجه دي زي ما قلت ما يعني ما مسطره مفصلة على غير معين حتى انت بيقيمها، حتى المدرب ذاته بيقيمه منه. طيب انا ما داير اقول لكم انتم يعني على علاقات ماليه مع اداريين او مع ناس في الوسط الرياضي، لانه المقام ما مقام اتهام، لكن في هاته حاله ممكن الظروف اللي بتجي من الاداريين للصحفيين تجف. والله الاجابه مشتركه لمن يعني في نفسه الكفاءه يعني. نعم بمعنى الظاهرة بتاعت التكوين اللي انتم سميتوها كده، هو الظروف اللي بتمر من جيب الاداري للصحفي عشان يسكت او عشان يكون معاه او عشان يدعم تيار معين في الوسط الرياضي. هي الحاله دي ممكن تجيب 200 وبتجيب بشنو يعني؟ بتجيب بشنو؟ هي حاله واضحه، متى ما كان الصحفي مغيم من مؤسسته اللي هو شغال فيها راتبه الشهري مصرياته كل حاجات هي قادره انه تحميه من انه يلجا لابواب ثانيه سميها ما سميها، في الحاله دي ممكن تجيب يعني الظاهره. لكن معظم او خلينا نقول كل الا من رحم الله كل المؤسسات بالذات عندنا في الصحافه الرياضيه يعني بتفتح الباب ده للصحفيين يعني، كانوا هم يقول لك يا اخي اتصرف. فالحته دي بتخلي الزول هو ينزل انه هو يومه كله حيتضاوع مع الصحافه، يفتش رغم انها هي دي
يعني احنا قاعد نقول ما مبررات لنلجا للحاجه دي، لكن في ناس بتكون مجبره، النفوس كلها ما واحد، في نفوس ضعيفه شويه بتلجا للحاجه دي. العزيز بتكسر القلم تماما يعني، ما في اثنين ثلاثه اوكي. لكن المشكله زي ما قلت لك السبب فيها مو الصحفيين، ما المحرك. لا انا اختلف معك، يعني السبب فيها ما انت حتى لو مثلا هو شريك لكن ما حصل دكار، يعني انت حتى لو مؤسستك ما بتدي، انت لو اقتنعت انه تعلي قيمه قلمك بترخص كل حاجه ثانيه غيرها يعني. تمام، ما بتشيل من زول، ما بتضبط زي ما الناس بتقول ما 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 ما, ما. لكن انا لو خطيت في نظري انه والله جريده بتديني 2000، انا محتاج عندي اسره وغيره ودار اعرس والكلام ده كله، فببقى نفسي جبار يعني من كل الاتجاهات زي ما بيقول. يقول لك الزول ده بيضبط اكثر من مكسيمه واكثر من جمال سالم واكثر. انا بتكلم عن التغييم يا استاذ، بتكلم عن تغييم المؤسسه الاعلاميه لشخص هذا مو ممثله. يعني انت الليله لو منتمش باسم اي مؤسسه انت بدك تعمل حوار، اذا كان في اي سلوك، اذا كان ايجابي او سلبي، يحسب على المؤسسه اولا قبل ما يحسب على لكن يا عبد العزيز هي المؤسسه بتاعتك. انت مثلا مشيت تحاور اي زيت من الوسط الرياضي يعني، مرتبك في الجرايد 5 مليون، الجريده ودتك بالعربي، الجريده معزز مكرم لحد مكتب الاداري، وانتظروك برا بعد ما تخلص الحوار يجيبوك، انت خلصت الحوار وحتى لك في جيبك. المؤسسه في الحته دي داخله فيك، دي ما حاجه حقتك انت تقعد في وشه تشيل الترابيزه كلها كده، تضبطها تحطها في جيبك وتبتسم زي ما كثير ناس بتعمل. يعني القرار حقك انت، بيشيل مره ثانيه ما بيجي، بيضبط مره زي مكسيم وزي جمال سالم. عمر الحاجه دي في جيلكم اكثر ولا في الجيل اللي فوقك؟ والله احنا ورثناها من الجيل اللي قدام، ورثه من اللي قدام. في جديد بيعلمون قبلي، وانا في الجزئيه بتفق مع سلام انه لو كان في تغيير الصحفيين ما بيجوا، لكن ده ما بيعني انه برضه قصه ضمير وقصه اخلاق وقصه امانه وقصه دور داري حافظ عليه اسمه وعلى نفسه. فبقدر ما انه هو صاحب الشريك، برضه المؤسسات الصحفيه هي شريكه، زي موجودة سلام هي في اوقات كثيره يعني بدي تدي الناس كنتوبيه كده، تقول عن حالي وتديهم كنتوبيه وتقول لهم يعني تنتهي يديك مثلا الدنيا دي باعتبارها حقت يوم واحد 29 يوم تنزل للناس دي قروشه دي فايده. احنا نطلع فاصل ونجي نواصل في الملف بتاع القبض، وفي ملف برضه خاص بالشتم. ما عارف في معانا رواد من مدارس الشتم ولا لا. اي حال نطلع فاصل ونرجع. خاص بالتسهيلات او عمليه البيع والشراء اللي بتتم من بعض الاداريين لبعض الافلام الصحفيه. طاهر دائما بيقول القروش السهله دي حلوه يعني. والله سهله حلوه، لكن ما ادري انك انت كديت فيها ولا بتدفع رجالينك عموما. لكن عايز اقول لك يا محمد، الحكايه دي بترتبط بالغيم في البدايه ومن قناعتك انت الذاتيه. يا اخي انت اوكي شغال ب 2000، شغال ب 1000، وفي النهايه انت ما ده عقد قدامك، بس الجريده مجبروك قال لك يا اخي دي التزاماتنا 1 2 3، عندنا صلية اسبوعية، عندنا مرتب شهري 3000 2000. انت بعد ما خلاص توقعت على العقد بعدها، من اخذ الاجر حاسبه الله العمل. تمام، انت بعدها سلمت كده بعد بكون تغيمك ومسلك ما بتسمح لك انك تقبض ولا تعمل، لانه الليله انت غطيت لي عمر، الليله انت غطيت عمر بكره قبضني، اليوم الثاني بقدر تاخده قدام الناس. الناس دي حتسال يا جماعه حاصل شنو، الطاهر ده وقف انه ما بهاجم عمر، حيقول لك لا ده عمر ده ما كوته فلان فلان مش قدام صغير ثاني، خلاص انت غلط بكون ما عندي شخصيه. التكويت كلفظ شنو؟ انا ما فاهم. اي والله يعني انا ما داير ابري نفسي من الصحافه الرياضيه، لكن حقيقه اللفظ انا ما فاهم. والله هو اللفظ زي ما عندك في الجريده عندك ال 18ات وعندك الحياه دي برضه في التكويت على اي مصطلح عربي ولا انجليزي؟ هو مصطلح زي باقي المصطلحات، مثلا مصطلح مصري، مصطلح في مصطلحات كثيره. طيب انا لاحظت حاجه في اجاباتكم كلكم، يمكن انتم ربيتوا اللوم على الضمير وعلى المؤسسه وعلى القيم والاخلاق. ما في زول وجه لوم مباشر لزول البدي يعني. لا زول البدي، لا زول البدي ده ما لو احنا حسبنا انه الموضوع ده رشوه هو راشي يعني. هم بيقول لك انا خربان من كبار اصلا يعني، من جديد اصلا يعني
بعض المؤسسات يعني ما كلها، لكن عباره عن مكاتب علاقات عامه يعني. بعدين في فريق، انت في النهايه القلم يعني الخبر زي انت كل عدل يعني بقول لك الخبر مقدس والرايح عموما تمام. انت بعد ذلك كسرت قلم جيت وساهدت عملت عباره عن مكتب علاقات عامه تكتب لده اعلان وتنزل لده تكويته، فحيكون المشكله كبيره وتفسد الجيل اللي وراك. لكن احنا بعد ما بقينا نحترم احنا كشباب الواحد انه بنلغي هي المباراه يعني بغير عن انه فاتونا ده العمل شنو يعني. احنا بنبدا احنا بنبدا نتين اكيد في النهايه احنا ما اخر حنقول، بالعكس هذه حاجه جان للصحافه وشربانه من نفس اللبن، نفس لبن الظروف زي ما قال عمر السي. الموضوع متسلسل او في وراثه يعني، مساله انه يعني انتوا اقريتوا، او انا حتى شاهد على ما شاهد على العصر لكن شاهد على التجربه من داخل الوسط الصحفي، انه مساله القبض او الرشوه في الوسط الصحفي هي مسألة ما بدت من الجيل الحالي، متسلسلة قد تقل في بعض الأجيال، قد تقل وتندثر بالصبر زي ما بقول لك السلف يسير وجار يعني. وطبعا محمد طبعا في النهاية خطوة خطوة اوكي، انا اللي اقنعت نفرين معي زملاء معي اوكي تمام، انه ما بيقولوا كده مش على مدرسه مش على نهجانا، في النهاية ده ربنا وفقهم وفاق في عمرهم ومشوا مساجد يقدروا مدراء اقسام، في النهاية كده حيوقفوا حيوقفوا الفهم للناس اللي بعدين عشان حتى مش ما في بالليل وضحاها كده بيكون في حال جزري كده والقضيه تنتهي كده. انا والله من هنا يمكن اللوم كله برميه في الزول اللي بيطلع من جيبه عشان يكتبوها، لانه ده في المقام الاول مكس، مكس منك انت بتشتري ناس بقروش عشان تكتب عنك يعني. انت اهم تقول فيه طيب من شمع يعني. انت لو فيك حاجه اصلا الناس يعني، يعني مثلا لو اخذناها في الفن محمد وردي ما كان محتاج يدي صحفي فني صرف عشان يكتب عنه، كمال شداد ما محتاج يدي زول صرف عشان يكتب عنه. بعد ذلك طبعا انا ما عارف الحملات الانتخابيه المزاله دي فيها ولا ما فيها، لكن في شخصيات انت بتقدر هي واصله بعطائها وبحاجات الكثيره ما محتاجه انها تدي. على اي حال نطلع من ملف البروج البارده ونخش في الملف اللي عنده علاقه بالشتم. الشتم برضه مفرده يمكن ازدهرت في الصحافه الرياضيه في الفتره الاخيره، بالمختصر لفائده الغاري الشكل انه انت بتقول كلام بتدون زول كلام ما قاله يعني. فانا ما عارف انتوا يعني، انا لو مثلا داير اعمل تصريح لوليد الشعله مثلا ممكن اضرب استاذه من وليد، انا داير اعمل لك تصريح واقول له اكتب زي ما داير تكتب دي تسمى شتم، ولا انا ما بضرب لوليد ولا بيكون عندي تليفون ولا عندي له علاقه وبشتم له من بنات افكاري يعني. لا الشتم طبعا يعني يكون دائما حاجه ما تقارب يعني، دي خطورته هنا. بعض المرات ممكن يطلع عليك نفس الزول اللي قلت كلام يكون كلام مثلا مؤثر حتى لاي قضيه كانت يعني، يقوم مثلا ينفي كلام هنا انت بمؤسستك بتكون في وضع الشتم ده الحوار او الخبر حوار تصريح الحوار ده ممكن يكون شجره ثانيه تماما، ممكن يكون حوار ممكن يكون في خبر، خبر ذاته ممكن يعني ممكن تكتب خبر. هو بعض المرات في حاجات هم الصحفيين بيجوا منها ما بقدروا كلمه شكل، بيقول لك يعني في قرايه احداث وفي نوع بيقول لك ولو يتكلم ما حيقول احسن منه ايوه فقرايه احداث انا ما عارف قرايه احداث دي يعني، انا قاعد القى فوق جزء من المصداقيه صح، ممكن اكون شفت حاجه دليل على حاجه وما داير اقول لك اكمل الباقي ده من عندي، لكن بعض المرات كمان بتكون ليس بصحيح. طيب يا عبد العزيز، هو احتراف احنا في شهر رمضان شهر فضيل والناس قريبه من الله وكده، شتمتك كم مره والشكل الجديد الشكل اللي انت بتتذكر انها ازدهرت فعلا؟ طيب انا والله صراحه اللي شتمتني كانت طيب مؤثرات جدا، شتمت الاولى كانت رعاية لنادي الهلال، فكان رئيس الهلال الحالي اذكر انه مع بداية تسلم زمام النادي زمام الامور الادارية لنادي الهلال، فكان اعلن انه حتكون في شركة لرعاية نادي الهلال على الخميس، دي طبعا من بدري شوية فارقت النادي، وكان الناس فرحانة بالموضوع ده وتقدم على الشركة اسم الشركة وقال انه توصل لكافة الاتفاق مع الشركة، لكن ما عملت والموضوع طول شويه الناس بدات تسال وحاسس شنو الشركه اسمها شنو هنا. فانا زي ما قلت لك يعني انا ما عندي شتيم بيكون من مافيا، هو
يكون في حاجه انا مبني عليها. ايوه ممتاز كده. فالشكل الثاني كان انا قريت في النت عشان اصل لحته الشركه اللي حتوقع مع الهلالي انه عن شركه اتصالات الاماراتيه. فقريت انها بدات تتوسع في انتشار بعيدا عن الخليج في افريقيا عبر بوابه مصر وعملت دعايه مع النادي الاهلي. ولقيت تصريح لرئيس الشركه ده بيتكلم عن الاهلي ما اخر نادي في افريقيا. من الحاجات دي شفت انه الشركه الراعيه ممكن تكون اتصالات واكد الكلام طبعا. انت تلقى البيزنس وتقوم بدعم الله صفقه وحاجات. ايوه تمام. ما بتجي بشكل كامل كده من انت. لا عمر شكلك كان شكل وظاهر فيها. طيب صراحه انا حقول حاجه يمكن تكون مختلفه. يعني اغلب الناس بيقولوا انه عمر هو مدرسه الشكل. انا يمكن شكلت حوار واحد لكن ثاني حوار انا عملته يكون في راس الخير. يمكن يكون مضرب للسلام يتكلم البذره ويتم الباقي بتهتم بيعه والمويه وكذا وكذا عاملين شكله. اما الحوار واحد هو كان مع الفيدوس. انا في تونس وهو في تونس. عملت الحوار تمام. السلام عليكم لطقطق شكله. السلام عليكم لطقطق. تشير يا باشا. تشير لا في البلاد كان في مغنم. وانا في الخطيب. فقلت لما البلاد يقول حيدوسي وحيجي يستقبل البلاد وكذا وكذا. عملت الحوار لكن انا برضه برجع بقول انه يعني اي صحفي ما بيشكل هو ما صح. يعني عشان تعمل حوار انت لابد انه تستخدم فيه خيال، لابد انه يكون عندك فكره. لكن يكون عندي العظم. اي يعني بيكون عندك النقاط مثلا من اللاعب او من الاداري بيكون في نقاط. لكن لو انت اصلا ما بتعرف تشكل ما بتقدر تتم الحوار. يعني محتاجين في محطه 200 كلمه او 300 وفي جريده بتكون مطالبات ب 1200. يعني لو ما عندك اساس الشكل او ما شتمت اصلا ما حتقدر توصل 1200. فبالتالي هو جزء اساسي. يعني الدور ما بيعرف يشتم بيتواجه في صعوبه في الحوارات. اول ما عنده خيار ما بيقدر يتم الحوار بصفحه كامله. الطاهر مشترك كيف؟ والله انا لما الطيب قال انه انا عندي سته واحده كده ممكن اقول ما عندي. لكن عموما انا كاسه وحيده والله متذكر اليوم. الكلام ده كان 2017 بمعنى كاسه جيب الطاهر صالون اللي هناك مع فداسي تجديدات فداسي وكذا كان معي الدولي من جون. فجينا احنا الناس هناك كانوا مقاطعين جون. فجينا خشينا سلمنا عليه والله قال لي يا استاذ يا اخي انا ما تجيب لي مشاكل مع النادي لان انا ما ادري اتكلم. يا اخي قلت له انت موهوب تجيب وفرح وكذا بتاع يعني ما بحاجه حتمس النادي بحاجه ولا اداري بشيء. قال لي لا والله بس معلش اعفيني. الفتره دي كان جاي من الرابطه كوستي. فجينا استفدت الكلام ده وقلت له قال لي لا لازم شوف عندنا صفحتي مو صفحتي الليله انت صفحه ولا صفحه يا بنت ما بيقدر. والله اشتغلت اليوم هناك ومن بالله ان انا ما نمت اليوم هناك ضمير وكذا. واي والله والله اليوم هناك انا ما نمت. كل مره اشوف تليفون كان مزبع جريت تليفون يقول لي كده. وانا قلت ان شاء الله يعني لو ما حصل شيء من دي كده يعني ولا حصل ما حصل ان شاء الله من الاخر. والحمد لله يعني ما شتلت. لا لا ما عندي شتلت. طيب في 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 لعيبه حتى من غير اسماء يعني واحد بيقول لك اكتب حاجه على لساني. والله في مدربين في لعيبه ما بكذب عليك عموما الواحد ممكن تجيب في حوار كده والله يقول لك انا سعيد في الفتره الحاليه ونادي الهلال قدم لي كده ان شاء الله وماشي ومستهدف لغط كده يعني من المباراه ولا اهداف ولا كليشي وكان حارس مرمى المهم. لكن بقول لك اكتب لي حاجه كويسه لكن ما تجيب لي مشاكل مع الاداره. حاجه ما تعمل له مشكله. مشاكل مع الاداره برضه واجهتكم قالت اللعيبه يقول لك اكتب. ايوه في بعدين معلش كثير كثير محمد برضه بعدين في برضه لعيب في مدربين بيقول لك يا اخي بعدين انت اوكي انت بس على الاثنين يعني لو شفت الوضع مستحق ان انا بتكلم فيه والحاجه اللي معايا دي انت شايفها اكتبها. ده تصريح. ايوه يعني ما عنده سكت. ايوه حتى لو لحظه والله معلش انت في بعض الزملاء تسال كده بيقول لك في لا نزول هناك ما بيكلم لك انت الا هي بتسالك ده كمان مستشار الاعلام يعني وزميل معك في الجريده في النهايه وقتك بحاجه لكن يقول لك لا نزول فلان ده بصريح ده فلان بس حتى لو ده طلع اللي تلقى مثلا المدرب الفلاني كده في استطلاع ولا في تقرير بتعرف انت ده الزميل ده زميل معايا كتب الكلام ده عبد العزيز ولا ده عمر. طيب انت شغال حاجه ثانيه غير الجرايد؟ الحمد لله شغال حاجه ثانيه وانا دي حاجه بجد برددها يا محمد انه بقول له ما الشغل الثاني مش شغال في مؤسسه ان انا ما كان جيت الجرايد ولا صبرت على غير الجرايد. شغال حاجه ثانيه غير الجرايد؟ لا شغال حاجه ثانيه. والله لفترة طويلة أنا كنت بس على الجرائد يعني لكن هسه حاليا
اتجهت لسوق العمل يعني برا الجرائد. طبعا عبد العزيز السلام شاعر وراجل دواخله خضراء يعني، بيكتب في الفن المسادير والدوبيت والدوباي، وراجل عنده مفردة خضراء جدا وعنده ملهمة، وطبعا ما حيكشف عنها لكن على اي حال هي ملهمة، قادرة انه تخلي كثير من الجمال في حروفك وفي كده. نحن نحاول نكسر الحته بتاعت الحلقه والشتم والتكويت والظروف والقصه دي بقصيده، اذا ما على بالك انا ممكن ادي محور ثاني وانت تحضر حاجه، واذا على بالك تكون تمام. طيب والله الحلقه يعني عشان تحضر القصيده او حتى المزدار، هو انا المناعه طبعا اتفق على كل الناس، زول بيكتب مزدار ده ممكن يكون من اشعر الشعراء يعني، لكن بتختزل قصيده او قصه حياه في المربع. القصيده ان الشاعر ممكن قصيده واحده يكون عندها اثنين ملهمات، يعني ممكن انا ابدا قصيده ببيت واتمها ببيت، ولا كل قصيده ملهماتها واحده. طيب أسي كلامك ده حيقوم يخلينا نخلع العباية بتاعت المثقفاتية دي ونرجع للبوادي هناك، أنا زول الأحتزة يعني بيتي هناك في أبو حمد نهر النيل محلية أبو حمد، تحية لكل الزملاء في هذا المجال المختلف تحية لهم. فأجاوب على سؤالك أول، الملهمة ممكن يكون في مربع واحد ملهمتين. الحاجة الثانية، المربع زي ما قلت هو يختزل أكبر كمية من الأحداث في أربع أبيات، فعشان كده معظم الناس الملمين يمكن بالشعر يقول لك إنه كتابة المسادير والمربعات هي الأصعب، أصعب بكثير من الشعر الحر. طيب نحن عشان نشوف أصعب ولا أسهل نطلع فاصل ونرجع طوالي حنسمع. نرجع عليكم بعد الفاصل إن شاء الله. وانت النجمة روعة فوق مداكي بعيدة، قلبي الضاق مرارات العذاب وعيدة قبلان بشقاوته عشان تعيش سعيدة، عقلي اللي عنده لوصفك زوايا عديدة، كل ما يوم بيجيب فوقي قوافي جديدة، قلبي اللي اصطفاك وهداك محبة شديدة، معلق بيك علق مغناطيس في حديدة، نفسي اللي بيلماك كانت هنية سعيدة، وصلت هسي في الأحزان مرافي بعيدة، طعن الصافة وأيامنا القديمة نعيدة، نفتح صفحة في دفتر هوانا جديدة، كانت ليا في الحالكات رتينة، وكانت قوة في الأزمات متينة، كانت محفظة السر الدفينة، وكانت ليا جوا اليم سفينة، كانت ليا من الحر غمامة، وببقى ضعيف وكت أمس الأمامة، كانت فاهمة بتقوم بمهامة، وكنت بعزها وبسمح كلامها، يوم لاقيتها والشوق بيننا طافح، وكان النسمة لخمارك تلافح، مديت ايدي وصلنا زول مكافح، وقالت لي معليش ما بصافح، كانت حشمة ساتراها العباية، وكانت نجمة بتنور سمايا، كانت ضالعة في ضحكي وبكايا، وجات القسمة انتهت الحكاية، وجات القسمة انتهت الحكاية. كورونا ولا لا؟ ده قبل كورونا. طيب يعني دائما حبيبات الناس اللي عندهم، انا ما قادر اقول علاقه بالوسط الرياضي، لكن دائما بتحس الرياضيين ديل فيهم جفاف في المشاعر يعني، او ما بيعرفوا يرصوا الكلام السمح بالصوره بتاعت يمكن الصحفيين الفنيين او حتى الصحفيين السياسيين وكده، ولا دي الحاجه دي احساس من الناس يعني؟ يعني هو انت تجربه حيه قدامنا، زول تقول قصيده بتبكي الحجر يعني، وشكلك حناك جدا يعني.
لكن انا ما عارف الحب في حياه الصحفيين الرياضيين كيف، الاستاد، التمرين، التسجيلات، الاتحاد العام، الوزاره، التصريحات، المؤتمرات الصحفيه، وين بتلقوا زمن بتحبوا فيه يعني؟ عمر والله يا اخي دي مساله صعبه شديد يعني، عشان انت تلقى زمن عشان تحب زي ما ذكرت انت صعب يعني، بتكون بين الجريده يعني الا الفتره الصباحيه، تحب الصباح يعني الصباحيه دي ما في بيد اصلا الصباح هم من الساعه 12 او 11 انت ملزم تكون في الجريده، تعرف تكليفك او دار تشتغل شنو لحد ما تنتهي من الدوله الساعه 4 عيال. الفتره المسائيه ما في بيد ايضا برضه بتطلع من البيت، مساله صعبه. قد يكون في اوقات تلجا لخيار انه تشرد من الاجتماع، تلقى لك عذر تغيب عن الجريده ساعه ساعتين، وحتى لو حبيت بيكون في طار الجرايد يعني ما بتطلع برا عشان انه تكون قريب تجي راجع طوال عشان تقدر تواصل شغلك. فالمساله صعبه يمكن السلامي باعتبار انه النشاه والبيئه اللي نشا فيها هي خلته انه هو يعني شاعر اكثر من ما يكون صاحب شاعر بكاينه الطاهر حتى يعني الجنس اللطيف يمكن يكون علاقتهم ما كبيره بالصحافه الرياضيه كقراء يعني. والله في احنا كنا عموما يعني بتلقاها هنا محتكه بالوسط الرياضي، انت تلقى ما شاء الله بتعرف ملعب هنا ملعب كوره كامله يعني. فعشان كده في النهايه مديمة مشاعر تمام؟ يعني الواحد عنده يعني غريزه يعني، لكن دائما انا واحد من الناس يعني احب ابعد الحاجه دي من محل عملي عموما من اطار عملي. بتحب عيب بعيد؟ بعيد بعيد. اها ما بتحاول تعمل لك دوشه في الاطار في الوسط ولا بتعرف عن وسط الحاجه الا بتسمع باخبار ساي كده ولا بتتابعك في الفيسبوك كاتب شيء، لكن عموما ان هي تكون عارفه ان لا الجرح حول الملعب منه ولا نزار رجع التمارين دي حاجه صعبه. طيب سؤال مشترك في العمل الصحفي، في شنو لو قال لكم عملوه اخلاقك بتجي هنا؟ طيب انا يمكن اكثر حاجه رغم انه قاعد اشوفه فيها لزم تقدر تنجزها يعني، لكن بالنسبه لي مرهقه انا الحوار، لانه الحوار بيضبطك بزمن ما في جدك. انت عشان تنسق لحوار محتاج انه صاحب الزول ده تعمل معه حوار ده ايا كان مدرب او لاعب، هو يديك الزمن بينزلك والمكان. بعد ذاك انت محتاج تنسق مع المصور بتاعك، الكلام ده ممكن يتم بالليل عشان تجي راجع ثاني الجريده مكتب تشتغل الحوار ده، عمليه مرهقه جدا يعني. انت الحوار بمركزك مرهق جدا صراحه. عمر انا اكثر حاجه بتزعجني اشتغل الصفحه الاولى يعني اللي هي الاخبار، الاخبار تكون مساهر ومتواجد في الجريده حد بالليل وتسوق الخبر الفلاني وتضرب الاعلان. ما بحب طبعاً، يمكن ما بحب اني ذات اقعد في الجريده كثير خاصه في الفتره المسائيه، فدي بتزعجني شديد. طيب والله حاجتين، ممكن حاجه يكون لانه حاجه عندها علاقه بالاداره عموما يعني الانضباط في الوقت يعني، ممكن بحدد لك ويقول لك يا اخي الساعه 11 ضروري تكون في الجريده هنا، في النهايه اللي بيبدع عموما العمل الصحفي، فانت بتخلي الصحفي تخلي له موده على حسب موده، يقول اجيب لك ماده اكيد هو بيعرف بيعمل في شنو، لو جاء تاخر ولا جاء بدري في النهايه كده حيجيب مادته. الحاجه الثانيه تغطي الانتخابات، انت تشتغل انه العضويه فيها منه وده رئيس العضويه منه والدائره الفلانيه يعني، الحاجه دي شايفها صعبه جدا. طيب انا مضطر اسال سؤال وبحتذر عليه جدا والله، واللي بيشفع لي انه انا اسال السؤال ده انه انا منكم وفيكم يعني، لكن لازم اسال. الصحافه الرياضيه والصحف الرياضي شرف ولا حاجه بيخجلوا منها؟ والله هي شرف يا اخي، ما زول ما يقدر يقول انها حاجه بيخجل منها، لانه مهما كانت في سلبيات على الصحافه وحاجات ماخوذه على الصحافه الرياضيه، فزي ما بيقولوا بتكون مخصوصه بالزول اللي بيعمل الحاجه دي يعني. لكن في النهايه نحن ناس موجودين في الوسط ده، في ناس بيحترموك جدا، في ناس بيحترموك جدا وبيقدروك، بل بالعكس يجيبوا تليفونات ويتصلوا ليك وبكون متواصلين معاك، وانت بتكون بعض المرات من ولايات يعني انت ما شفتهم زاد نعم. يعني ده لو ما انسان بيقدرك وما بيحترمك ومحبه الناس ما سهل، ما بيتصل عليك بالاستمرار يعني. عمر طيب لحد فتره قريبه شرف، لكن انا بشوف سنه سنتين اللي ورا يمكن انا اكون السؤال خزلتني جزئيه يعني. السلامي انا قصدت انه
ممكن تكون في اسماء في الصحافه الرياضيه هي خلت الصحفي الرياضي يخجل يعرف نفسه انه هو صحفي رياضي. ده السؤال بطريقه ثانيه. والله طيب عموما احنا انت عافرت عشان تصل للمرحله دي عموما، لو كان عن طريق الهوايه ولا جابك اصلا شغل رسمي تمام. بعد ده قلنا انا واحد من الناس محمد حتى في المواصلات دق لي زميل داري اتاكد انه يا اخي الليله الهلال يتمرن بيتمرن انا قسم يعني حاجه كده بالعمل الصحفي عموما والشغل. انا بقول له يا اخي برد عليك لما ننزل، ما بقدر في المواصلات ما بقدر اقول له يا اخي الليله عمل كده فهم. لان الحقيقه بعمل تحفظ كبير جدا ان انا بعبر نفسي ان انا يا اخي صحفي رياضي ولا اشتغلت في المجال كده يعني لما كنت كل الوقت حزب الحياه أيوة عموما. طيب انتم في اي زول في حلته معروفين انكم صحفيين؟ تمام معروف انك صحفي تمام بيجي بيسالوك اللي لا الفكره طبعا طويله يعني ما اشتغلنا في دراسه بسيطه يعني اوكي في السنين اللي تكون وصلت حتى لو انت حاول انه تظهر للناس في المجتمع بحاجه ثانيه في النهايه بعرفوك يعني انت ماشي وين المساله دي في اطار الحله مغيبه ولا قادرين تتعاملوا انتوا يعني بتمشي الدكان بتلعب مع اولاد الحله دافوري بيرجع لشخصيتك انت ذاته، بيرجع لشخصيتك وتعاملك مع الناس، انا عن نفسي بفصل ما بين العمل ايا كان نوعه وشخصيتي في البيت او في اي مجتمع ثاني. يعني انا متى ما لقيت ناس بعيدين من اي مجال بناقشهم في قضاياهم في ونستهم هم. عايش معهم ما بتونس معهم بمفرداتي اللي عندي انا بتونس بها مع عمر ومع طاهر مع الاخوان في المجال الصحفي. تونس بمفرداتهم هم بس. انت يعني بتتعايش مع الاجواء. بتخليك انه هم زادوا ما بيسالوك كثير يعني. وطبعا طاهر واحده من جوانبه يمكن ميزته بشكل اكبر في الصحافه الرياضيه متمكن من اللغه الانجليزيه لحد كبير، دخل له يلعب في ملعب انا ما اقدر اقول خالي لكن بشكل او باخر قدر يتميز في الملعب بتاع اللغه الانجليزيه داخل الصحافه الرياضيه. ده يعني اتاح لك فرصه انك تقابل المحترفين المدربين الاجانب الغيره برضه اداك وضع واداك تميز في الصحافه الرياضيه. والله ممكن ده بكون يعني ما فكرت في اللغه الانجليزيه لكن القليل عن الحاجه بتخليني انا بساهم في مؤسستي فيها وارضى من مستواها عن الاخرين عموما. يقول لك في النهايه الخبر يقول لك انها جريده الشغل انفراد يقول لك انت مهندس يعني انت بتجيب حاجه الزميل الثاني بيكون ما فاكر لها عموما. ودي حاجه والان الحاجه اللي خلتني اتعلم اللغه الانجليزيه وسافر من هنا للهند كان في شغل عن كاميتي النجم العالمي كاميتي كان في تعاون لا ليغا مع شركه زين المهرجان العمودي ده احنا بنتكلم الراجل ده بيكلم لنا نصف ساعه فاتحين تليفوننا احنا شغالين نسجل الريكورد فعلا احنا بعد ما خلصنا منه منتظرين بعدك نصف ساعه ولا ساعه في واحد من الزملاء عشان يجي يترجم لنا احتمال قال لي كلامنا انا الشغله دي حاجه مستفزه دميرنا لم شديد وخطيت خطه انه قلت يا اخي انا لازم انا الانجليزي يعني وحاولت هنا ودي جابت لي مشكله مع جريده قبل كده في 2016 انه كان شغال عنده كورسات في اللغه الانجليزيه في المعهد هنا البيئه بتطلع منها تيجي جريد حتكلم عربي تمشي قهاوي هناك مع الشباب حتكلم عربي ترجع البيت حتكلم عربي يعني ما في طريقه البيئه ده تمام محفزه بعد ذاك الزمن محسوب عليك اللي هي تستحري يقول لك لا انت خير مني لازم تجي زمن الفلاني زي باقي اخوانك فدي الحاجه اللي شفت انه عموما يعني غيمت الوضع ما في طريقه انني لا امشي برا السودان وكان في الميديا الهند لانه كان عندي صاحبي مصطفى قاسم ده دفعه اخويا وسهل لي الامور وعمل لي الاجراء كله وقال لي تحيه من هنا والحمد لله يعني زي ما بيقولوا واحد ودع ربنا لكن نطور لقدام ان شاء الله وتكون العائد اكبر للوسط الاعلامي عموما. طيب بصراحه انت متواصل مع عدد من اللعيبه الافارقه يعني. نعم. في بلاتينيوم اللاعب انا ما اعرف اسمه شعر. لاس جي سي. يشبه كان. لاس جي سي. الزول ده جاي الهلال. والله عموما من خلال الحوار اللي عملته معاه واللي عملته مع وكيله قال زوده في السوق حاليا بينتهي شهر 11 الجاي مع نادي بلاتينيوم والسفر اصلا ما كثيره لو الهلال خط الرحمن في قلبه ده يجيب اللاعب ده بيجيبه اتكلمت مع اللاعب عموما الحين الهلال قال لي اخي الهلال فريق كبير قال لي انا قبل ما نقابل الهلال في الابطال الجوله الرابعه انا عملتها بحث في اليوتيوب شفت مشاركه الهلال مستمره حتى قال لي اعتبر في الغاره بطل غير متوج بس من النهايه مرتين قال لي دي حاجه كبيره انه بلاتينيوم قال لي بيلعب سنه بمثل زيمبابوي السنه الجايه بمثل فريق ثاني دينامو زهراري ولكن الهلال هو رقم ثابت في افريقيا والله هو نجم كبير يعني وتكلمت مع وكيله قال لي ان المشكله الان
وفي كلام حايم يعني. وانا بستفسر مع احد الصحفيين ولا من العام للنادي فقام صرح باسمي انا، قال يا اخي في صحفي الهلال اتكلم باسم الهلال، صحفي رياضي في السودان اتكلم باسم الهلال وقال يا اخي استفسر عن التعاون. انا عموما تكلمت معاه يا احمد طلعت اللاعب ده جاي من نادي محلي عموما الفترة الحالية بسيطة، لكن توحد بفترة بطريقة كده مبالغة في محترفين معاه. طيب زود عقده كم يعني الهلال يقدر يتعاقد معاه كده أعرف مساحة إنه النادي بيجي بيستفيد، لأن إحنا والله رمنا الحاجة اسمه المؤسسة كثيرة تسجيلات في هذا السماسرة. أنت طاهر بالإنجليزي اللي عندك ده مشروع بتاع سمسار؟ والله يا داي يعني أنا إن شاء الله ما أبقى سمسار، لأن لو ده أخطو الشغلة ده وإن شاء الله في فكرة في حاجة بتبدا أنت مندوب لوكالة لاعبين. ده ما كافي الا وكيل لاعب، لا لكن الان بدك توكيل تبقى مندوب وفي ساعه الحته دي يعني عشان الواحد بيطلع نفسه انه يبقى سمسار. لا في النهايه انا بخدم، اوكي انا صحفي ما مشكله، لكن في النهايه بخدم الكيان اللي ماشي عليه هم ده شغل. احنا برضه كنت نكتب الاعلان ده لساج كوار بتكتب لونيتو صراحه كده رايك. لكن في النهايه الجانب الثاني ايضا للغمه برضه لو لاعب كوره كويس ولا اي حاجه بنصف انا ما ابقى جاحد، لكن برضه ما اقدر اقول لك انا ما اقدر اتصل بك لكن برضه ما ابقى سمسار. بجي بالطريقه المشروعه طاهر واحنا بنلملم لو رجع بيك الزمن 5 سنين لورا انا سبت لك كمان اكثر بتمشي في سكه انك تبدا صحفي رياضي؟ والله ابقى صحفي رياضي، لكن عموما انا قلت لك حاجه بينا اخذتها يعني كهوايه لكن ما اخذتها من انا خريج علاقات عامه الاعلام علاقات عامه ان شاء الله يعلم يعني كنت حتمشي في نفس السكه في نفس السكه لكن نفس الشتله بتاعت الطاير سعد لا دي دي الشتله الوحيده وان شاء الله ثاني ما برجع لحاجه دي. والله كتر خيركم، انا سعدت بيكم جدا والزمن مثلا يقولوا سردنا وما كملت الحلم، والواحد بيزعل جدا لما يتونس مع ناس قدروا يعني يكونوا معاك نفس العمر نفس الدين والمزاله دي بتكون مريحه شويه. انا والله سعدت بيكم جدا جدا، شكرا كثير عمر الطيب، رمضان كريم مره ثانيه، ان شاء الله تلاقوا العيد وانتم بيكون بخير وسعاده. شكرا كثير عبد العزيز السلامي الشاعر والصحفي الامير، شكرا كثيرا للطاهر شكرا جزيلا محمد ان شاء الله ان شاء الله نسمعنا كل خير ونقدر نفلك. شكرا للمشاهد الكريم اللي كانت حلقتنا مع براعم الصحافه الرياضيه، سعدنا جدا ان شاء الله بكره حلقه جميله. السلام عليكم.